بالنسبة للعقار الفلاحي عموما، يعني بعد صدور قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 اللي هو 0816، وبعد صدور القانون 1003 المتعلق بالشروط وكيفية استغلال الأرض الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، هذا القانونين نظما بشكل جلي كيفية استغلال ولا كيفية منح استغلال الأراضي الفلاحية. بالنسبة للمناطق الشمالية فإنه الامتياز حاليا الاستغلال حاليا يتم بموجب عقد الامتياز اللي نصت عليه المادة 21 من القانون 1003، والتي قالت بأنه يمنح حق الامتياز للأراضي الفلاحية لشخص على ألا يكون له أكثر من حق امتياز واحد على المستوى الوطني. نعم. ولكن خصت المناطق الجنوبية بأمر جديد، واللي هو أنه الملكية العقارية الفلاحية في المناطق الجنوبية وفق المادة 18 من قانون 0816 قالت بأنه الملكية العقارية الفلاحية في المناطق الجنوب تمنح الأراضي الفلاحية بغير امتياز، يعني بدون ملف تاع الامتياز، تمنح مباشرة للأشخاص بغية استصلاح هذه الأراضي واستغلالها من طرف الدولة. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أنه مؤخرا فقط في الجريدة الرسمية رقم 50 لسنة 2022 صدر القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، قانون 2218، والذي أكد بأنه يجب على الولايات وعلى الشباك الوحيد الذي ينشأ في الولايات الخاص بالاستثمار أن يمنح الأراضي الفلاحية خاصة في المناطق الجنوبية للمستثمرين بهدف استثمارها. الآن هذا الأمر نظن بأمر إيجابي، مثلا الآن عندنا ولاية نموذجية في الجنوب هي ولاية الواد. نعم. ولاية اللي فيها مستثمرات فلاحية ناجحة وناجحة جدا، هذا كله جاء عن طريق تخفيف الإجراءات الإدارية أولا، ثانيا عن طريق منح هذه الأراضي استصلاحها واستغلالها للمواطنين، وهذا أمر إيجابي وإيجابي جدا. نتمنى فقط يعمم هذا الأمر، وأمر آخر نتمنى أنه الشباك الوحيد لا يبقى مجرد شباك واحد، بل يجب أن يكون شباكا واحدا إلكترونيا، لأنه الإدارة الإلكترونية اليوم تلعب دور كبير وكبير جدا طبعا. في الحياة العامة والخاصة وفي العالم، وبالتالي فإنه يجب استغلال التكنولوجيا الجديدة من أجل أنه نقرب الإدارة للمواطن وأنه نسهل الإدارات. اليوم إحنا ما زلنا كما نعلم جميعا، اليوم وصلنا إلى درجة أنه صدرنا بطاقة بيومترية. نعم. ولكن ما زالت الإدارة لما تروح لها تطلب نسخة على البطاقة البيومترية. ما فائدة البطاقة البيومترية إذا كانت تطلب عليها نسخة تبقى الأصل؟ البطاقة البيومترية هي بطاقة اللي تحمل في طياتها شريحة ذكية تعطيك كل المعلومات عن الشخص، فالفائدة أنه يجب أن نستعملها تكنولوجيا ولا نستعملها ورقيا. إذا كان درنا بطاقة بيومترية وإحنا ما زلنا نستعملها وثائقيا، الآن يعني كما يقولوا لم نتقدم خطوة بل تأخرنا خطوات الوراء.